باك دريم معانا تقدر تدي الباك. ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقوم بشرح درس اللغة الإنجليزية زمن المضارع البسيط Simple Present Tense. لنبدأ على بركة الله. The present tense is the base form. الفعل المضارع البسيط the present tense الفعل المضارع هو القاعدة الأساسية للفعل، مثل I work in London. I go to school every day. تستعمل صيغة الفعل المضارع البسيط للدلالة على عمل من عادته الحدوث أو التكرار أو وجود حقيقة علمية أو حقيقة عامة، وهو التصريف الأول للفعل. القاعدة لتكوين جملة في المضارع البسيط هي إضافة الضمير هي أو شي أو إت، هو هي أو هو وهي لغير العاقل، بلاس الفعل بأس أو إي أس مع إضافة أس أو إي أس، مثل drives he drives he drives هو يقود she drives she drives it drives. وبعض الأفعال تضيف إليها es تضيف إليها es مثل go goes she goes goes. أيضا لدينا I و they و you و we نحن وهم وأنا وأنت وأنت. نضيف لهم simple present فقط فعل في التصريف الأول فقط بدون إضافة أس أو إي أس. دلائل وصيغة الفعل المضارع البسيط هي every day, every week, every year كل يوم، كل شهر، كل سنة. أيضا هنا نضيف فقط every month كل شهر، every minute, etc. every time كل وقت، always دائما، usually عادة، generally عامة وعادة، occasionally scarcely نادرا، hardly قليلا ما، seldom etc. أيضا يمكن إضافة sometimes from time to time من وقت إلى وقت، daily بشكل يومي، weekly أسبوعيا، yearly سنويا، monthly شهريا، frequently كثيرا ما، often غالبا أحيانا بكثرة كثيرة وعادة. الحالات التي يستعمل فيها الفعل المضارع البسيط: أول حالة هي العادات المتكررة habitual action they always visit us on Friday. لو لاحظتم القاعدة الأولى visit الفعل لم نضيف إليه as أو es لأنه مع ضمير they، أما إذا كان مع ضمير he أو she أو it نضيف إليه as أو es. سلمى usually brings هنا brings أضفنا s her bag to school. سلمى دائما تحضر حقيبتها للمدرسة. I often get up at 7 o'clock. I often get up at 7 o'clock in the morning. My cat likes birds. Likes هنا من القاعدة الأولى أضفنا إليها s الفعل like يعجب أو تحب. إضافة إلى ذلك يستعمل المضارع البسيط في الحقائق العلمية مثل الأرض تدور حول الشمس، الشمس تدور حول الأرض، زائد الحقائق العامة. لدينا أيضا التنبيهات هنا، ركزوا جيدا. يضاف للفعل المضارع البسيط حرف أس إذا كان الفاعل هي أو شي أو إت أو ما ينوب عنها من أسماء، الأسماء هي أسماء بنات أو أسماء أولاد إلى آخره، بشرط ألا يكون الفعل المضارع منتهي ب Z أو X أو O أو SH أو double S أو S أو CH. Milk contains a lot of vitamins. Milk contains a lot of vitamins. يحتوي الحليب، يحتوي أضفنا هنا S للفعل a lot of vitamins العديد من الفيتامينات. تنبيه ثاني، يضاف للفعل المضارع البسيط es إذا كان الفاعل في الجملة he أو she أو it أو ما ينوب عنها من أسماء، شرط أن يكون الفعل المضارع البسيط منتهي ب، شرط أن يكون الفعل المضارع البسيط أن لا يكون الفعل المضارع البسيط منتهي ب z أو x أو o أو double s أو s أو ch أو sh. مثال عن ذلك
Nasima teaches in school. Nasima teaches. أضفنا es. Es هنا هي بعض الحالات النادرة التي يضيف إليها es ولا نضيف إليها s. تنبيه أيضا ولا يضاف لفعل المضارع البسيط s أو es إذا كان الفاعل I, you and we and them. مثال: The employee staff from all over. الموظفين العاملين أو يعملون من جميع أنحاء العالم from all over the world. كتابة سؤال إجابته yes أو no. إذا كان الفعل المضارع البسيط منتهي ب -s أو -es زائدة فإننا أولا نضع كلمة does في بداية الجملة. نضع كلمة does في بداية الجملة. ثانيا نكتب كل الجملة كما هي مع حذف ال -es وال -s الزائدة للفعل. ثالثا نضع علامة السؤال question mark في النهاية، ضرورية جدا إضافة علامة السؤال في نهاية الجملة. مثال: Mona drives her car to school every day. Every day. منى تقود سيارتها للمدرسة كل يوم. إذا أردنا تكوين سؤال فإننا نقوم بهذا الشكل: Does Mona drive، حذفنا هنا ال حذفنا ال s وأكملنا الجملة her car to school، وفي آخر جملة دائما نضع علامة الاستفهام a question mark. طرق نفي الجملة a negative form. كيف ننفي الجملة في الفعل المضارع البسيط in the present simple tense؟ أولا نضع كلمة doesn't أو does not أمام الفعل في الجملة. ثانيا نحذف ال s أو es الزائدة للفعل. مثال: سلوى offers me a present every year. سلوى does not، سلوى لا تقدم لي هدايا كل سنة. does not تكتب بهذا الشكل أو بهذا الشكل does not أو doesn't offer me a present every year. ثانيا إذا كان الفاعل they أو you أو we نضع كلمة don't أمام الفعل. مثل: we study English every day. إذا أردنا أن ننفيها في negative form فإننا نكتب بهذا الشكل we don't study English every day. don't تكتب بهذا الشكل don't أو don't هكذا مباشرة. أو بهذا الشكل do not. إذا كان هذا الدرس هو شرح الفعل المضارع البسيط في اللغة الإنجليزية بطريقة سهلة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومتابعتنا على الفيسبوك، صفحتنا الرسمية على الفيسبوك في صندوق الوصف. شكرا على المشاهدة وبالتوفيق.